بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. النهاردة عايز أتكلم معاكم بقى عن حاجة مهمة، الصفحات المشبوهة. الصفحات المشبوهة دي انتشرت على الفيسبوك أو على مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الأخيرة بشكل يخض. يعني إيه الصفحات المشبوهة؟ الصفحات المشبوهة دي اللي هي بيعملوها علشان تتباع بعد كده، أو عشان ينزلوا عليها إعلانات بعد كده. طيب انا ايه اللي خلانا اتكلم عليها النهارده، بما ان احنا بنتكلم عن سلسله الاحاديث النبويه والاحاديث القدسيه؟ طيب انا هقول لكم الحديث وبعد كده هقول لكم ايه علاقته بالصفحات المشبوهه. حديث عن سيدنا ابو هريره بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيء، ومن دعا الى ضلاله كان عليه مثل اثام من تبعه، لا تنقص ذلك من اثامهم شيئا. الحديث موجود في صحيح الإمام مسلم. ده علاقته إيه بقى بالصفحات المشبوهة؟ الصفحات المشبوهة دي صفحات بتلاقيها ظهرت فجأة كده على الفيسبوك وليك دعوة، وناس كتير قوي مثلا بيتابعوها بال10,000 وبال20,000 وبال100,000، بتنزل لك مشكلة. المشكلة دي بقى هي مش مشكلة حقيقية، هي مشكلة بيخترقها حد من الجماعة كتاب المحتوى. كاتب المحتوى ده حد بيبقى درس شوية علم نفس، على شوية علم اجتماع، على شوية ازاي يضحك، ازاي يسوق على اللي قدامه، على شوية ازاي يعرف يسوق المنتج بتاعه. فهو بيسوق لك المشكلة، يحط لك المشكلة كده في اطار جميل. حتى ان في بعض الصفحات الشخصية بتعمل نفس الاسلوب ده علشان تعلي الريتش بتاعها. طيب الهدف من كده ايه؟ الهدف مش حل مشكلة ولا عرض مشكلة طبعا، الهدف من كل ده ان هو بيكبر الصفحة دي وبيعمل لها متابعين كتير عشان يبيعها بارقام كبيره. وسمعنا عن صفحات كتير قوي سواء في المحافظات او حتى على مستوى الجمهوريه كان ليها متابعين في اتجاه معين وفجاه اتقلبت لحاجه تاني. اللي بيعرض لك المشكله ده بيبقى راجل فنان كده، تحس ان هو مؤلف ومخرج في نفس الوقت، بيعمل لك حبكه دراميه في القصه. تلاقي واحده مثلا ست عشان يستعطف الرجاله او عشان يهتموا بالمشكله او حتى عشان الستات تتضامن معاه، تلاقيه بيقول لك ايه بقى: والله انا هربت من ورا اهلي واتجوزت واحد كنت بحبه وكنت مخطوبه له، دي اخر قصه يعني انا قريتها النهارده. والراجل ده للاسف بعد ما اتجوزته وصرفت فلوس اهلي اللي هم كانوا حاطينها عندي عشان انا الوحيده اللي عندي حساب في البنك، سبحان الله يعني البنك ما رضيش غير عليها هي بس ان هي يبقى عندها حساب في البنك. المهم خدت الفلوس وصرفتها عليه عشان اجهز نفسي، من اهلي ما جهزونيش، وفي الاخر طلع بتاع مخدرات. هو دخل كل الدنيا في بعضها، ست هربت وسابت اهلها ومرضوش يجوزوها ومرضوش يجهزوها، وهو طلع بتاع مخدرات واتطلقت ومشيت، ويدخلك في 6,000 حاجه. المشكله بقى ان انت بتلاقي ناس بتتعاطف مع الصفحات دي، وناس بترد بقى بكل حماس. احنا شعب زي ما بيقولوا علينا كده عاطفي، ودي حقيقه يعني احنا كتير مننا عاطفيين وبيجروا ورا الحاجات دي. واللي تلاقي يقول لها ارجعي لاهلك وهم هيسامحوكي، واللي التاني يقول لها وديه مصحه، واللي تخش تشتم فيها انت ما تربيتي. قصه كبيره طبعا بتحصل على المواقع دي، كل حرف حضرتك بتحطه في الصفحه دي انت هتتسال عنه. ليه بقى؟ لسه قايل لك الحديث دلوقتي اهو، اللي سن سنه او هدي او هدى محترم هياخد اجره، واللي سن سنه ان الناس بتالف علشان ريتش وعشان يبيعك انت ويشتريك على صفحات الموقع التواصل الاجتماعي، او ان هو بينشر حاجه من الحاجات دي مثلا بغرض نشر الفجور طبعا، لان في حاجات في مشاكل تاني هتيجي. والله قريتها مره، والله ان واحده بتقول: والله انا وقعت في الخطيئه 15 16 مره ومع واحد اكبر مني او اصغر مني. قصص دراما والله يعني ما انزل الله بها من سلطان. طيب هتلاقي واحد يقول لك: طب ما تسيب الناس تعرض المشكله، انت مالك، خلي الناس تعلي الريتش بتاع صفحتها. يا سيدي الحاجات دي مش حقيقيه. يعني لو هي صفحه مهتمه بالكلام ده، وزمان كان في بريد القراء كنا بنقراه في الصحف والمجلات وكانت حاجه محترمه، بس لما الموضوع زاد وبقى فيك، يعني بقى الناس بتالف ومفيش حد بيبعت قصص حقيقيه، الموضوع زاد عن حده. انت بتكذب على الناس علشان تتابع بقى وتعلق وتعمل حركه كده اسمها ريتش على صفحتك، تمام؟ حتى ان في صفحات محترمه لاشخاص محترمين بتعمل القصه دي عشان تعلي التفاعل. حضرتك علي التفاعل بحاجه حقيقيه، علي التفاعل بشيء الناس طالباه، مش بمشاكل ملهاش صله بالواقع، مش بمشاكل تزود مشاكل للمجتمع. احنا مش ناقصين مشاكل في المجتمع عشان حضرتك تصدر لنا مشاكل او تخترع مشاكل من عندك وتصدرها لنا، دي حاجه مش حلوه يعني، دي حاجه احنا ما نحبهاش وما نقبلهاش على صفحاتنا. عايز اقول لكم على حاجه، ان الصفحات دي بتتاجر بحضرتك،
والله بتتاجر بيك وبتتاجر بمشاكلك وبتتاجر بطموحك وبمشاعرك وازاي تستميلك لحد معين وازاي تخلي ان البطلة اللي عملت حاجة غلط انت تقف معاها او ازاي. يعني مثلا ممكن تلاقي فيلم احسن حرامي في العالم، ده بيحصل والله، احسن حرامي في العالم، وتلاقي نفسك ان انت متعاطف، يعني انت متعاطف مع هذا الحرامي وان انت بتشجعه ان هو بيعمل خير وبيسرق من الناس الاغنياء وبيروح يدي الفقراء، ده روبن هود على فكرة، انت بتقف معاه، ده مش حقيقي، ده حاجة مش كويسة ان انت تروح تسرق من الناس ونروح تدي، ان انت تروح تقف او تتعاطف مع البنت اللي مشت غلط، مشت سابت بيت اهلها وهربت علشان تروح تتجوز واحد بتاع مخدرات. حضرتك يعني شفتوا النتيجة، النتيجة ان هي اتجوزت واحد بتاع مخدرات. اي نعم هي حبكة درامية ملهاش لازمة، بس يعني انت ليه بتعمل كده؟ دي افلام هندي، يعني لما بتقعد تتفرج على فيلم هندي كده لما يكون عندك وقت، لما يكون عندك وقت فراغ تتفرج على فيلم هندي هتلاقي الكلام ده بيحصل. احنا عايزين ننمي المجتمع، مش عايزين نغرق المجتمع في مشاكل بقى ويخش يعلق الوقت ده. حضرتك وانت بتعمل كده في ناس بتقدم خدمات على المواقع بتاعت الخدمات وبتكسب من وراها، وانت قاعد بقى بتتابع مين اتطلقت ومين اتجوزت ومين راح المصيف ومين جه من الساحل، حاجة مش كويسة خالص طبعا. الناس دي بتضيع وقتك، الناس دي بتستثمر فيك انت او بيك مش فيك، يعني استثمار فيك ان انت يديلك دورة تدريبية ينمي من قدراتك لشيء معين تقدر تتربح منه بعد كده بالطرق الحلال، لكن الناس دي بتجيبك كمتابع او كمشترك في صفحة معينة وبتبيع الصفحات دي. اتمنى ان اكون عرفت اوصل لكم المشكلة اللي انا عايز اتكلم فيها النهاردة. اخر كلامي سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.